السلام عليكم طلاب الصف السادس الإعدادي، تحية لكم خاصة مني، وإن شاء الله تكونون بخير. اسمي سيف وأرحب بكم قناتي، خليكم ويانا. حكينا بالمقدمة بالضبط شنو هي نوع الدورات اللي حننطيها وإلمن تحديدا. هسه وصلنا إلى طلاب الصف السادس الإعدادي. عندي طلب واحد فقط، ابدا لا تخاف من منهجك، لانه المنهج فتشي كلش حلو وما بي اي صعوبه. حذكر لك ثلاث نقاط حنمشي عليها ان شاء الله. اول نقطه هي المفردات او الفوكابولري، هي اهم شيء نتعلمه احنا، لان كل ما تكون عندك مفردات اكثر كل ما انت تقدر تحل السؤال حتى وان يعني ما عرفت القاعده الصحيحه 100%، لأنه فهم السؤال نصف الجواب. فلازم تكون عندك مفردات أنت تسلح بها الامتحان. ومثل ما ذكرت لك سابقا وأذكر لك مرة ثانية، أرجوكم لا تتعاملون ويا اللغة الإنجليزية كمنهج، اتعاملوا وياها كلغة أنا حابب أتعلمها. بهالطريقة النجاح إن شاء الله حيكون بجيوبكم 100%. فهمتوا شلون؟ فالشغلة الثانية اللي حركز عليها إن شاء الله هي الجرامر. الجرامر يشكل تقريبا 30 درجة من الامتحانات الوزارية اللي عندكم. طبعا الجرامر ان شاء الله حننطيه بطريقة مبسطة اكثر من اللازم، يعني بس اطلب منك طلب انه انا ما راح انطيك الجرامر بطريقة العربي، يعني اقول لك فاعل زائد مفعول به زائد حرف جر زائد كذا وكذا وكذا، لا حنطيك اياها باللغة الانجليزية فقط، يعني انطيك مثال جدا جدا بسيط. عندك موضوع الفريزل فيربس. الفريزل فيربس هي عبارة عن أفعال مركبة، يعني فعل يتركب ويا حرف جر مثلا ينطيني فعل جديد بمعنى مشابه أو معنى مختلف. فمن أني حنطيك القاعدة ما راح أقول لك أني فعل زائد حرف جر، لا، كل اللي حقول لك إياه حقول لك verb plus preposition، والverb أنت تعرف اللي هو فعل، والpreposition اللي هو حرف الجر. طبعا حروف الجر باللغة الإنجليزية كل شوية وتعرفوها أكيد 100%. فقط هذا اللي هقول لك إياه وحنطيك عليه مثال لا أكثر ولا أقل. يعني فقبل ما أنطي إن شاء الله الدرس الأول باللغة الإنجليزية المنهج المنهاج الصف السادس الإعدادي، قبل ما أنطي الدرس الأول إن شاء الله راح أنطيكم محاضرة بسيطة نسترجع بيها معاني الكلمات، مثلا noun pronoun verb preposition adjective adverb. ناخذ هاي الكلمات نتعلمها سويا نفهمها حتى بالمحاضرات الجايه ان شاء الله. ما عندكم اي مشكله اذا انا ذكرت القاعده باللغه الانجليزيه وطريقه حلها. بهالطريقه راح تحفظ بسرعه. يعني دائما دائما مدرسين اللغه الانجليزيه ركزون على شيء واحد، يقول لك فكر بالإنجليزي ولا تفكر بالعربي، يعني خلي تفكيرك يكون باللغة الإنجليزية حصرا. فأني بنعطيك القاعدة باللغة الإنجليزية حتكون سهلة الحفظ، حتكون أنت تعرف بالضبط إحنا شون نحفظ هالقاعدة بسرعة ونحلها. تمام إن شاء الله هاي تكون فد مقدمة بسيطة لكم. محاضرة جاية إن شاء الله إحنا راح نحكي على هالكلمات اللي أخذناها، بعدين ننتقل إلى الدروس. طبعا تقسيم الدروس مثل ما ذكرت أنا وحذكر لكم إياه مرة ثانية يكون بالشكل التالي. حصرا بالمنهج اللي عندكم حنكون إحنا نقسم الكورسات، كل كورس راح يمثل إن شاء الله يونت من المنهج اللي عندكم، وأكيد طبعا تتفرق باللسنز اللي موجودة عندكم. فحيكون عندك محاضرة أو درس عن lesson 1 مثلا يونت 1، تمام؟ هذا ما يخص الستودنتس بوك. اما ما يخص الاكتيفيتي بوك ايضا حناخذ التمارين اللي بيها ونحلها ونبسطها سويا ان شاء الله ونحاول نتعلمها. يبقى عندكم بكل لسن من الستودنتس بوك وبكل لسن من الاكتيفيتي بوك راح ناخذ ان شاء الله الفوكابولري اللي هي المفردات. نجمع كل المفردات نحطها بمحاضره واحده، ننطقها بشكل صحيح حتى نتعلم اللفظ الصحيح لكل كلمة. أرجع وأكرر لك، أرجوكم خل نتعامل ويا المنهج كلغة إنجليزية وليس كمنهج حتى نضمن النجاح إن شاء الله بدرجة تفوق. ف
فإلى الحلقة الجاية إن شاء الله ألتقيكم بها، في أمان الله.